خبر خاص بموافقة مجلس النواب على قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبيعتبر من أهم القوانين اللي بتحقق أحلام الشباب وكمان بتشجعهم على الدخول في مجال العمل الحر وكمان بتشجع المستثمرين. لتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتور بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك معانا وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضراتكم طيبين. ماشي، يعني خليني أبدأ مع حضرتك في البداية وأسأل حضرتك عن أهم ملامح هذا القانون ومدى أهميته. شوفي حضرتك، طبعا في الفترة اللي فاتت أسلوب إدارة الاقتصاد وفلسفة إدارة الاقتصاد اتغيرت خالص، بحيث تتواكب مع العالم كله ولها أهداف محددة. الهدف الأساسي من أي سياسة اقتصادية هو أن يبقى عندك استقرار وأمن وسلم اجتماعي، ده الهدف من أي إدارة اقتصاد في العالم. صحيح. إحنا في مصر نص الشعب شباب، يعني ولما نبقى فوق 100 مليون ونص شباب تقريباً على 50 مليون شاب. ال 50 مليون دول مش ممكن هتعينيهم في وظائف، مستحيل. صحيح. وحتى إذا عينتيهم في وظائف مش هيبقى في ناتج قومي يساعدهم ويساعد البلد إنها تتقدم. ولذلك القانون ده كان موجود لكن حصل عليه تعديلات علشان يحصل تسهيل لتفعيله، بحيث انه اي شاب او اي امرأة او شابة، في كمان المرأة المعيدة ما تنسيش، في عدد هائل من الناس ساكن في 27 محافظة. خلي بالك من 27 محافظة دي، لان القانون الجديد من اي مش الجديد، يعني التعديلات بتسهل ان كل بني ادم جوه مصر يستطيع ان يصل إلى الآخر، مش بس تمويل. واخد بالك؟ المهم هنا كمان، عشان قبل ما أخش على اللي هيشتغل إزاي، إنه في عدد كبير أيضا من العمالة غير رسمية. صحيح. وورش كتيرة جدا فاتحة محدش يعرف عنها حاجة. صحيح. فالقانون الجديد جه عشان يسهل على الناس، أولا إنهم يبانوا ويطلعوا رسمي ويبقوا قدام الناس كلها معروفين ومعدودين، والناس دي تظبط ورقها بحيث ان يبقى لها الحق في حاجات اساسيه طبقا لهذا القانون. اولا ممكن تعمل لهم تدريب، ثانيا ممكن ياخدوا ورش، ثالثا ممكن ياخدوا قروض، رابعا بنعمل لهم زي مؤتمرات كده للتسويق. تمام. فهي القانون مش مجرد انك بتدي الناس مبلغ وتقولي له اتصرف او اتصرفي، لا، ده قانون متكامل بيهدف اساسا الى ان نص السكان دول اللي موجودين. ولما بكرر ليه في المحافظات، كل محافظه في مصر ليها بيقولوا ايه نقاط القوه بتاعتها ونقاط الحرف اللي يقدروا يقوموا بيها والمنتجات الخاصه بيها. يعني انا اذكر على هذا المثال اخميم بتعمل احسن سجاد حرير في العالم. شوفي ازاي حضرتك، موجود في متاحف بره. صحيح. القانون بيسمح انك تتحركي على 27 محافظه، المحافظين يقدروا يوفروا في كل محافظه اماكن، مش بس كمان ورش، اماكن للتدريب واماكن للعرض وللتسويق، وطبعا لانهم يحصلوا على المبالغ اللي بيحتاجوها بحيث انهم يطوروا بين هذا النوع من الانتاج. لو ما عندكيش الاهتمام بالجزء ده، كافة الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة دي يسموها قاعدة الهرم الاقتصادي، لأنها العدد كبير قوي تحت في القاعدة، جزء صغير منه يبتدي يكبر شوية شوية إلى أن يصل إلى المشروعات الضخمة اللي فوق، لكن العدد الأكبر بيبقى موجود في القاعدة وبيبقى موجود في كل المحافظات. كمان لازم نراعي إن إحنا عندنا تنوع كبير قوي في السياحة في كل المحافظات، لكن محتاجه ايضا تدربي الناس اللي في المحافظات دول على حرف تناسب المكان اللي هم فيه علشان السياحه. ومن ضمن الحرف دي او الانشطه انك بتعملي الفندقه اللي في المنازل اللي بيجوا السياح ويقعدوا في بيوت معينه ويقدروا ياكلوا الاكل بتاع المكان. يعني المشروع متكامل، من اول ازاي بتوفري اماكن للتدريب وازاي بتوفري ورش للشغل وازاي بتديهم فلوس عشان يقوموا بكل ده، والمنسوجات كمان يا دكتور اللي بتتعمل، المنسوجات اليدويه عندك، وعايزه اقول لك يعني مشروعات كتيره جدا. صحيح.
تمام. في من ضمن الاهتمام قوي ضمن هذا المشروع، حضرتك عارفه ان في رحله العائله المقدسه دي بتعدي على محافظات كثيره جدا. صحيح. برضو اتكلمنا على توفير للشباب اماكن للانتاج وللعرض وللتدريب علشان يعملوا المنتجات اللي تناسب هذا النوع ايضا من التواجد. تستقبلي ناس جايين في رحله للعائله المقدسه، فبيحتاجوا بقى ايقونات معينه ونوع معين من العمل. فالقانون الحقيقه اولا بيحل مشكله العماله غير الرسميه، يظهرهم. اثنين بيفتح المجال للشباب انهم يخشوا في العمل الحر، بدل ما كل واحد كان يبقى واقف مستني يحطوه في اي مكان سواء في شغل او في الشغل. نمره ثلاثه بتخلي الشعب المصري يقدر يعيش على 27 محافظه، ما يبقاش كل التكدس في كام محافظه لان هم اللي فيهم اكل العيش. رابعا بتدي فرصه كمان انك تعملي مؤسسات للتدريب، انك اول ما بتبتدي الناس تتدرب انت عايزه بقى مؤسسات للتدريب، تدريب فني زي مدرسه الذهب المشهوره قوي في مصر الى اخره. فالحمد لله القانون مهم قوي قوي وجاء في الوقت المناسب تطويره على اساس انك تقدري فعلا تدخلي اكبر عدد من الشباب والسيدات في هذا القطاع وتعملي استقرار وسلم اعتبار. هو ده الهدف الاساسي. حلو جدا. طب دكتور بسنت، هل تم تحديد جهاز يعني هو المسؤول وبيهتم بهموم اصحاب هذه المشروعات؟ ايه هو الجهاز ده؟ طبعا في تعرف حضرتك طبعا من الاول عندنا وزاره كانت متخصصه وتبع عفوا وزاره الفد اللي كانت بس الدكتوره جديد نامه ودلوقتي جديد مخبع. طبعا في وزاره متخصصه والوزاره تبعتها اجهزه في كل المحافظات، وخلي بالك بكلمه كل المحافظات يعني ده مش مركزي في القاهره او في اسكندريه، لا في كافه المحافظات بيقدر الناس تتصل بهذه الاجهزه وفروعها في المحافظات وتحصل على كل البيانات اللي هي عايزاها. حتى كمان النواحي التعامل المالي والضريبي سهلوا لهم الامور قوي. بعدين عشان عدد كبير قوي منهم شباب، المنظومه الجديده للحسابات الالكترونيه للضريبه مهمه قوي كمان. وفي اكثر من 30 شركه دلوقتي انضموا لها. فالموضوع الاهتمام بالتمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط عشان تنميه هذا النوع من المشروعات، وبقول لحضرتك ده الاساس الاستقرار الاجتماعي والسلم. صحيح. والاقتصاد لا يمكن يقوم بس على مشروعات ضخمه، طب والناس كلها تروح فين؟ وده العالم كله قايل كده على فكره، يعني حاجه مش حديثه، يسموه الهرم الاقتصادي. القاعده واسعه قوي، شويه يطلعوا اعلى شويه اقل يطلعوا اعلى الى اخره. طب خليني اسال حضرتك بشكل تفصيلي ونتكلم عن الحوافز الضريبيه، وفي طبعا حوافز غير ضريبيه، نتكلم عن هذه الحوافز واهميتها في خدمه المستثمر. شوفي حضرتك، هو طبعا مستثمر صغير، يعني مش عايزه اقول كلمه مستثمر عشان الناس ما تتصورهاش ان ده يخص كبار. انت بتديهم اعفاءات ضريبيه عشان يقدروا يتشجعوا في العمل. تمام. وكذلك كمان بتديهم من ناحيه ال بيسموها لما بيعينوا عمال، كمان بتسهل لهم قوي اسلوب المبالغ اللي بيدفعوها عشان العمال يبقى لهم هم كمان حمايه اجتماعيه. ان لو حصل اي حادثه، لو حصل يطلعوا معاش الى اخره. كمان من الحاجات المهمه الصحه، ان بتقدري تضمن لهم انه لو عندهم عماله يقدروا ينفقوا عليها. يعني هي فيها من كل ناحيه تسهيلات انهم يقدروا يتعاملوا ويشتغلوا بشكل سهل. كده ذكرت كمان تطوير المنظومه الالكترونيه، ده مهم قوي قوي بالنسبه له، انه كله يبقى على الكمبيوتر، ما يقعدوش رايحين جايين وورق ودوشه دماغ. التحول الرقمي اللي وصلنا له. التحول الرقمي الروتين بيدمر اي حاجه. كمان التحول الرقمي جميل مع الشباب، لان الشباب سهل قوي انهم يتقبلوا هذا الكلام. ده بالاضافه طبعا ان حاجينهم منح كثيره جدا من الخارج وبالداخل، بحيث انه في بعض الاحيان ممكن انهم يطلعوا يتدربوا بره خارج البلاد على حرف معينه. اذا زي زمان كان في برنامج مبارك كول لو تفتكريه. يعني من كل ناحيه الدوله مهتمه قوي قوي بموضوع المشروعات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه. طب دكتور، يعني اهم او ايه هي الضوابط اللي موجوده في هذا القانون علشان بتضمن عدم اساءه استخدام الحوافز المقرره؟
شوفي حضرتك دي نقطة مهمة، زي ما قلتي حضرتك كل حاجة لازم تبقى بقى منضبطة قانونا. الورق مين يستحق ومين ما يستحقش، هتاخدي الورشة ازاي، ايه الالتزامات اللي عليكي، يعني الحقيقة الشيء الطيب فيها انها منظمة الى ابعد حدود. مش عايزة اخش في تفاصيل عشان ما اطولش، لكن هي منظمة. تمام. حضرتك مش موضوع خدي فلوس واعملي اللي انت عايزاه، لا انت فعلا بتقدمي ورقك، ولذلك انا بدأت وقلت العمالة غير الرسمية بتنضم لهذا الموضوع، وبالذات في عدد هائل من المصريين مش متشاف، يعني ملايين بيشتغلوا كل يوم ما حدش شايفهم. دول ما يقدروش كده، اللي بيسموهم يعني عفوا في الكلمه بينزلوا على باب الله زي ما يقولوا. صحيح. كل دول لازم يبتدوا يتنظموا ويبقى لهم وجود وورق، ويقدروا يتعاملوا مع البنوك، ويقدروا يتعاملوا مع البوسطه، ويقدروا يتعاملوا مع الجهاز. يعني هي منظومه كلها الحقيقه مترتبه ومترقبه كويس قوي. والهدف الاساسي منها في النهايه خلق فرص عمل، قضاء على البطاله. صحيح. تشجيع الحرف اللي قربت تنتهي من مصر، عندنا حرف كتيره جدا هتنتهي. صحيح. ما فيش اي حجه للشباب دلوقتي، يعني عايز تعمل مشروع هتلاقي كل الامكانيات والخدمات متاحه ليك. بس هم الحقيقه ما كانش عندهم حاجه، هم ما كانش في النظام اللي يساعدهم. صحيح. النهارده عملت لهم النظام اللي يساعدهم. هقول لك حاجه، البلاد بره يعني في اكثر البلاد كمان، انا ضد الموضوع ده اكثر من مره، اللي يبقى في بنك متخصص في هذا النوع من التمويل، وده اللي بدت بيه بلاد كتيره. ليه؟ لانه ده مش مقترض زي رجال الاعمال الكبار. ده بيبقى مطلوب منه شويه بيانات، البطاقه والسن، وانه يبقى ما عليهوش جرايم، وانه بيشتغل في انه حرفه. يعني لو ان شاء الله بعد كده نعمل بنك متخصص يقوم بقى بالنشاط ده كله. صحيح. في كل محافظات مصر. صحيح. أثقلنا على حضرتك يا دكتور، أنا بشكر حضرتك جدا. أبداً. أهلاً. دكتور بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا يا دكتور.